وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا بينضم إلينا هاتفيا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك في البداية، ويعني تنامي مطرد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلجيكا، تجلت هذه الزيادة خلال السنوات الماضية وعززته أيضا لقاءات سيادة الرئيس السيسي اليوم بعدد من الشركات البلجيكية، كيف ترى ذلك؟ الواقع ان يعني في نمو في العلاقات بين مصر وبلجيكا، وبلجيكا من الدول المتقدمه والتي تستثمر في مصر استثمارا كبيرا. فكان الحقيقه من اهتمامات الرئيس السيسي بموضوع الاستثمار ان بلجيكا وصلت الى درجه مهمه جدا، تبلغ مركز مهم بالنسبه لمصر في الاستثمار في مصر. وبلجيكا لها يعني وجود مهم بصفتها هي المركز مقر حلف الاطلنطي، وايضا دوله مجاوره لفرنسا ومجاوره لالمانيا، وموقعها يكون مهم جدا في اوروبا، وطبعا عضو في الاتحاد الاوروبي ومركز للبرلمان الاوروبي. كل هذا يساعد على علاقات مهمة سياسية واقتصادية بين مصر وبلجيكا. نعم. أيضا سيادة السفير، في ضوء ما تم مناقشته اليوم في تلك اللقاءات، في رأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر البلدين؟ لا، المجالات والامتداد للاستثمارات البلجيكية والمساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا، كل هذا يمكن بالاتفاق مع مصر أن يتم هذا لزيادة التنمية في مصر ولزيادة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وبلجيكا. هذا أمر موجود، وزيارة الرئيس السيسي والتقائه بالقيادات البلجيكية تساعد على هذا، وهذا أمر يدعو إلى زيادة العلاقات القوية بين مصر وبلجيكا. نعم. سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.